بسم الله، اهلا بيكم في قناة برنسيس البيت. هعمل لكم النهاردة اكل موفر جميل جدا، طعمه تحفة قوي. اذا كان الرز او الخلطة الجميلة دي كبد وقوانص بتاعت فراخ عادي جدا. شكلها حلو جدا وطعمها تحفة. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان هي حاجة جميلة جدا، وفي نفس الوقت اكل موفر وسهل وسريع، مخدش 10 دقايق تحضير بالظبط، يا ربع ساعة تحضير بس. ويبقى جميل. متنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد من الفيديوهات. ندخل بقى على الوصفة. عندي هعملها في حلة، هقول لكم ليه الحلة. وحط سخنة طبعا قوي، حطيت شوية زيت فيها. عندي 1/2 كيلو كبد وقوانص. لازم الكبد وقوانص يكون نظيفة كويس قوي، غسلاها بالخل، هي الخل هيخليها لك نظيفة جدا. لاني هي فيها كده زفلطة كده، الناس طبعا عارفاها، بتشيلها وزفارة بتشيلها، لان في ناس كتير ما تحبش الكبد والقوانص عشان الزفارة بتاعتها، لا الخل هيشيل لك الزفارة دي. طبعا الزيت كان سخن جدا، حطيت الكبد والقوانص فيها. في ناس بتفضل ان هي تحط الكبده الاول وبعد كده القناص الاول وبعد كده الكبده، يعني عشان اساس ان القوانص بتاخد وقت، لكن انا مقطعه القناصه 4/4، فهي مش هتاخد وقت الصراحه. طبعا في حابه الناس تحط، يعني تبقى الكبد والقوانص اكبر من كده عادي براحتك. اهم حاجه تحطي وهي بتتحمر فلفل اسمر وملح عشان الزفاره بتاعتها ما تظهرش وتتقرفي من الاكل. الفلفل الاسمر بيكسر اي زفاره لحوم. وطبعا هقول لكم على التوابل اللي هنحطها بعد كده. هحمرها كويس قوي قوي. وبعد كده هيكون عندي في الكبه، عندي بصل طحناه مع 1 توم، بس التوم ما تحطوش كتير عشان ايه، بيعمل مراره كده للكبده لو هو كتير قوي، كبده الفراخ بالذات. وفلفل اخضر هحط عليها البصل، كمية البصل اللي أنا كنت عاملاها الصراحة كان 1/2 كيلو على 1/2 كيلو، 1/2 كيلو بصل على 1/2 كيلو كبد وقوانص. تحفة تحفة، جربوها جميلة، ما تحسيش أبدا إن هي كبد وقوانص. سبتها عشان تتحمر كويس. طبعا هحضر التوابل بتاعتي، عندي 7 بهارات، بهارات فراخ عادي، حطيت بابريكا، حطيت كزبرة، ما حطيتش كمون، لأن الكمون يعني بحس ان هو بيدي برضو مراره لكبده الفراخ، فما تحاولوش تحطوا كمان. ليه بقى انا قلت لكم ان انا هعمل في حله؟ لاني انا شلت الكبد والقوانص في حله صغيره تستوي مع نفسها خلاص، وسبت شويه بصل في الحله، وحطيت شويه زيت، ورحت بشره جزرايه وحطيتها تتحمر مع شويه البصل اللي موجودين. الجزر يتحمر عشان يطلع اللون بتاعه. حطيت طبعا الملح ومعلقه كاري صغيره وشويه بابريكا، وما كترتش طبعا في الكاري، ما تحطيش كركم لان اللون عشان يبقى مظبوط زي اللي شفتيه. معلقه صلصه طماطم، دي هيديكي لون حلو جدا معاها. وبعد كده اروح حاطه الرز، عندي 2 كوباية رز. طبعا انت عايزه تضعف الكميه، انا كنت عامله جزرايه، تعملي جزر اكتر، تحطي بصل طبعا اكتر، رز اكتر، فلو حابه تضعف الكميه. حطيت 2 كوباية رز مغسولين مصري، لو حابه تستخدمي البسمتي استخدميه، لكن انا شايفه ان هو الملائم للكبد والقوانص. ومحضره الميه، 2 كوباية الرز بيحتاجوا 2.25 كوباية ميه عشان الرز يبقى طري كده وحلو وفي نفس الوقت مفلفل، لكن 2 كوباية بالظبط بيخليه ناشف. طبعا هسيبه ويتشرب، وبعد كده واروح موطيه عليه.